تربية الأبناء مسؤولية وجهد كبير، ولكن تعتبر أن هذه الفترة هي الثمرة اللي راح نلقى نتاجها بعدين في أبنائنا. لكن مهما كانت، أو خلينا نتكلم عن الخيارات المثلى لهذه التربية، وهل فعلا أن الدلال يعتبر خيار مثالي، أم أنه ممكن ينشئ طفل عاق مستقبلا وغير مسؤول اتجاه أسرته؟ حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة داليا الدهلوي، مستشارة تربوية في مهارة القيادة للأطفال والمراهقين. أهلا وسهلا بك دكتورة داليا، نورتينا. يا أهلا وسهلا. يعني لا شيء أسوأ من التدليل إلا غير التدليل. غير التدليل، نعم. إيش المعادلة الصعبة هذه؟ كيف ممكن نعمل طبعاً التوازن؟ طبعا جدا صعبة على الوالدين، خصوصا أنه الوالدين يعني أهم شخص عندهم في الحياة هو طفلهم. صحيح. فتجي هذه المعادلة جدا صعبة، أنك أنت بين نارين، تدلعي أو ما تدلعي الطفل أو ما تدللي. طبعا زي ما كنا بنتكلم مع الأخت ريم، أنه كل فئة عمرية لها احتياجاتها طبعا من الدلال، فعلى حسب احتياج الطفل في الفئة العمرية. مثلا لو احنا ذكرنا عمر الطفل شهر، فاحتياجه مثلا إذا معناه بيبكي واحتياجه إلى وجبة، فالأم لازم تلبي هذه الحاجة عند الطفل. لكن الطفل في سن المدرسة وجاء نفس الفكرة عند الأم، وصار يبكي ويرمي نفسه على الأرض ويرفس، ولا أنت جيبي لي الوجبة وأنا جيعان. طب هنا وصلنا لمرحلة أنك أنت تقدر تعتمد على نفسك وتقدر تساعد نفسك، فأنت الآن ما تحتاجني في هذه المرحلة أني أنا ألبي لك طلبك أني أجيب لك الوجبة، لكن أنت تحتاجني في أشياء ثانية أني ألبي لك، هي مثلا استشارة في موضوع حدث في المدرسة أو شيء، لازم أكون أنا برضو موجودة وأستمع وأدلل الطفل وأعزز له كمان أنه لو كان في موضوع يعني كان في إيجابيات بالنسبة له في المدرسة. لكن كوجبة المفروض يتعود شوية. صحيح. يعتمد والمسؤوليات على نفسه. أيضا يا أستاذة. صح. طبعا خلينا كمان نتكلم عن العائلة اللي تدلل طفلها. ما في مسؤوليات، أنا ألبي لك احتياجاتك، كل شيء تبغاه موجود، ما خليك تسوي ولا شيء. لما يكبر هذا الطفل إيش اللي حيترتب عليه؟ هل ممكن أنه يقود هذا الشيء إلى عقوق الوالدين، بحيث أنه والله لو ما أنتم ما جبتوا لي هذا الشيء خلاص أنا ما أبغى أكلمكم، أنا ما أخذ رضاكم؟ والله يعني أنت صادقة في ده الموضوع، ويعني في أمثلة كثيرة في المجتمع على عقوق الوالدين بسبب الدلال. يعني يعني هذه المشكلة تبدأ من الصغر، لو الأهل ما راعوا القوانين وحطوا يعني زي ما تقولي دروس مستفادة خلال فترة الطفل وهو صغير، فتلاقيه يتمادى وهو كبير. فنلاقيه زي ما قلتي يتمنن على أهله، لا أنتوا جبتوا أنا ولدكم لازم سيارة، أنا أروح المدرسة لازم تسجلوني في أفضل مدارس انترناشنال، أنا بتمنن عليكم أني أنا بجيب علامات. لا طبعا هذا كله خرج عن السيطرة وأدى يعني إلى فساد هذا الطفل، فزي ما ذكرتي ممكن يؤدي إلى عقوق الوالدين، وأيضا هذا الطفل يعني يكون أصلا عالة على المجتمع. صح. فنلاقيه يعني اتكالي. ما يقدر يتحمل المسؤولية. مظبوط. اتكالي، ما يتحمل المسؤولية، ما نقدر يعتمد عليه. فلما يوصل في مرحلة مثلا وظيفية أو شيء، فنلاقيه عبء على المكان يعني الوظيفي أكثر مما هو بيقدم خدماته للمجتمع، فتلاقيه يحس بالوقتها بأنه هو منبوذ. صح. يعني المجتمع ما بتقبله وهو مستغرب، هو في بيت أهله يعني الملك. ايوه الكينج. اكزاكتلي. يحسب الناس كلهم اهله، او يحسب الناس كلهم والدته او والده. مزبوط. وراح يتحملونه. حتى يمكن كثير من المختصين، ما ادري اتفقين دكتوره، يقول لك ممكن انهم يكونون حتى فيهم نوع من انواع الفظاظه في التعامل مع الاخرين. اكيد دكتوره. طيب خلينا نتكلم عن الحل. إيش الحل مع الطفل المدلل؟ خلاص هي دللت وخلصت، بس اكتشفت متأخر، جاء عمره 10، جاء عمره 15، جاء عمره whatever. كيف تتعامل الأم؟ هنا الأم تصلح غلطها. هو يعني جزء كبير إن هي اكتشفت الموضوع واكتشفت المشكلة وحست إنه في مشكلة ولازم تتصلح، فهنا تطلب هي مساعدة من المختصين.
سواء كانوا مستشارين تربويين، سواء لايف كوتش فور كيدز، هذول كلهم ممكن يتدخلوا ويساعدوا الام انه تبدا تحط قوانين وانضباطات انضباط للطفل هذا، بحيث انه هو يقدر يتحكم في حياته، وهي ايضا تقدر تعطي له قوانين. زي ايش دكتور القوانين اللي تكلمين عنها؟ مثلا من القوانين البسيطه، الطفل عمره 10 سنوات المفروض يعتمد على نفسه، مثلا في المساء انه هو يجهز شنطته قبل ما يطلع يروح ينام. يعني هذه اشياء زي ما تقولي ممكن نسوي لها جدول احنا كمختصين مع الام، انه قبل النوم لازم هو يعتمد على نفسه، يفرش اسنانه، يلبس بيجامته، يتاكد مثلا من ملابسه حقت المدرسه بكره هل هي جاهزه ولا لا، يعتمد على نفسه ويجهز الشنطه حقته. طبعا هذه الاشياء كلها لازم تكون مثلا زي الشيك ليست عشان تقدر الام تتابع وراء ابنها. طبعا هو حيحاول يعني انه يتملص من هذه الاشياء. أيوة. بالضبط، يتهرب من هذا الموضوع. فاحنا هنا نصر على الام ان هي ما تتدخل. نعم. وما تحاول تقدم يد المساعده. ما فيها شيء لو راح المدرسه ثاني يوم وما هم ما مع كتاب الرياضيات مثلا او الهاله، فهو يتحمل نتيجه الخطا حقه. طيب خلينا نشوف دحين، يعني نتكلم عن مرحلة البناء والتربية للأطفال، في أي عمر أنا أقدر أعطيهم هذه المهام ويكونوا هم قد المسؤولية؟ وكيف ممكن أناقشهم؟ وإذا زي ما تقول معها أنه تأخر شوية الوضع، دخلنا في سن المراهق، السن العنيد الصعب اللي بيفرض شخصيته ويحط راسه براس أهله، الأهل بالعادة هم يعتقدوا أنه بالدلال هم بيكفوا حاجة الطفل. صح، اني انا اساعده، اتدخل، اجيب لك كل شيء جديد، حتى لو الجوال مش اكسباير يبغى الجوال الجديد بجيب له الجوال الجديد. متى اقدر ابدا اتدخل؟ وفي نفس الوقت ايش مردود انه الاهل يطاوعوا كثير؟ طبعا كل مرحله عمريه ولها احتياجات معينه. يعني طفل مثلا عمره 15 سنه ما المفروض يكون عنده اعلى مستوى في الجوالات. أيوه. يعني هذا يعتبر رفاهيه زايده. صحيح. فلازم اكون انا كأم حاطه حدود للموضوع هذا، مثلا انه لا، جوالك ما دام هو كويس حيستمر معك 3-4 سنوات الى يعني ممكن نغيره فتره. فلازم يكون في اتفاقات بين هذا الطفل والوالدين، ويكون اصلا الوالدين لما يحطوا اتفاق يعتمدون. مو انا اتفق مثلا اقول له والله انا حغير لك جوالك بعد 3 سنين، لكن بعد 3 سنين ما حاجه اغيره. هنا يصير عندنا مشكلة ثانية، تصير ما في ثقة بين الطفل والأم، فتلاقي الطفل يستخدم الزن وهو نوع من أنواع تلبية رغبات الدلال على أساس أنه يحصل على الشيء اللي يبغاه. لكن لو كان في ثقة بينه وبين أمه أو والدينه أنه خلاص يعني بعد 3 سنوات أنا حيتغير مثلا جوالي، خلاص يعني تحسي أنه نفس الطفل صار عنده احترام لذاته، عنده ثقة في نفسه وثقة في والدينه، فبالتالي تلاقيه أصلا يقدر يتخذ قرارات سليمة. حيجي هو بنفسه بعد ثلاثة سنوات ويقول لك يمكن ما يحتاج أني أنا أجدد جوالي، لأنه هو بينظر الآن لاحتياجاته، هو بيحترم نفسه كشخص. السؤال الثاني معلش. اي كنت اقول يعني كيف انا، ما هو كان السؤال انه مدى التاثير ان الدلال الزايد كيف ممكن ياثر، وفي نفس الوقت كيف انا ممكن اعطي ابني كل احتياجاته بس ما يوصل لمرحله الدلال. يعني انا في اعتقادي انا ابغاه يكتفي مني. صح. كأم وما ابغاها مثلا تروح برا او تاخذ حاجتها من برا او الحنان او حتى الترفيه او اي شيء يكون مثلا زايد من باب الرفاهيه، ما ابغى تاخذها من برا، تاخذها مني انا، لكن ابغاها تشعر بامتنان اتجاهي انا كأم اللي قاعده بلبي لها احتياجاتها مثلا. الزمن هذا الزمن صراحه سريع وكل يعني عارفه المتطلبات بتوصل للاطفال بسرعه، فمن المهم جدا كوالدين انه احنا نوضح لهم ترى احنا اليوم جالسين معاك جلسة عائلية، هذه رحلة عائلية على أساس إحنا كلنا نستمتع مع بعض. فلازم التوضيح يكون مهم جدا من الوالدين للطفل على أساس يعرف مثلا إنه هذا جزء
من التربية وليس جزء مثلا من الدلال. يعني في أشخاص ما يقدروا يطلعوا رحلة عائلية، لكن إحنا الحمد لله قدرنا نطلعكم رحلة عائلية ونستمتع مع بعض. فلازم توضح الفرق على أساس أن الطفل ما يعتبر أنه هذه أشياء زي ما تقولي موجودة دائما ولازم تلبى. في كثير مثال أعطيكي، كثير من الأمهات يوصلوا بناتهم أو أبنائهم المدرسة كل يوم، يعني الله يعطيها الأجر والعافية، تصحى الصباح وفي الظهر تروح برضو تجيب الطفل أو الطفلة من المدرسة. لما تجلسي مع الطفل يقول لك لا أنا أشوف أنه ماما ما هي موجودة ودائما مشغولة وماما ما تهتم فيها. تستغربي ليش ما تهتم فيك وما دام امك بتروح وتجيبك، يعني الملاحظ يعني انها هي بتروح تودي المدرسه وترجع تاخذك، يعني بتقضي وقتها معك اكثر مما تقضي وقتها مع احد ثاني في البيت. فهنا وجدنا احنا كلايف كوتش انه لازم نوضح للطفل ترى الام خارجه من البيت ما يعني ماخذه من وقتها الخاص عشان تضمن سلامتك وتضمن انك انت توصل للمكان او توصل المدرسة يعني إن سيف وكل أمورك تمام وإنك ترجع البيت وإنت مرتاح. وكمان نستغل هذا الوقت، لازم إحنا نوجه الأهالي إنه يستغلوا هذا الوقت إنه يقدموا توجيهات للطفل، يكون وقت قصة مناقشة وليس يعني تواصل وانا ساكته، ما في اي نوع من التواصل. Exactly. بالعكس يعني هي هذه الدقيقتين او الثلاثه لابد يكون في تواصل. والله مع زحمه الرياض نص ساعه صح. يعني هو في الاخير المعادله، لا الدلال الزايد ولا الجفاء الزايد، لانه البعض من الوالدين مثلا يقول لك انا ما ابغى ادلعه، ما ابغى يطلع مدلع، يقوم يكسى عليه ويحرمه من اشياء كثير ويمكن حتى من حقوقه الاساسيه بانه يشعر بالحنان الام والاب وبالتواصل الاسري. صح. دكتوره داليا يعني صراحه نصائح جدا مهمه، شكرا لوجودك معنا. الله يا رب، تسلم إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، مكملين معاكم بعد فاصل قصير. بعد الفاصل ما هي أبرز مقتنيات الفتيات في سيارتهن الشخصية؟